ناجون من الحرب، غارقون في هم الحياة. إنهم نازحو الحديدة الذين شردتهم موجات النزوح. ففي عدن يسكن نازحو الحديدة في هذا المخيم في ظروف سيئة للغاية، وبالكاد يضع النازح جسده علّه يجد الراحة في مخيم إيواء يفتقر إلى الكثير من الخدمات الضرورية، حيث يجد النازحون صعوبة في الحصول على الطعام والمياه النظيفة. موجودين في داخل المخيم هذا ومعاناتهم يعلم بها رحم الراحمين، لا دقيق لا رز لا سكر ولا شيء. وفي هذه المساحة الضيقة من المخيم يبحث أطفال النازحين عن وقت للتنزه وممارسة اللعب بعيدا عن أصوات المدافع وأزير الطائرات، ويحاولون الابتسامة ضد قهر التشرد في الوقت الذي تبذل فيه هذه الأم جهدا لإعداد وجبة طعام. تقول منظمات دولية أنها بالكاد تكفي احتياجات النازحين ليوم واحد. البعد عن المخيم فالبعد بعيد، يعني ما يقدر واحد يروح يشتري أي حاجة ولا عنده مادة أنه يروح يشتريها. العلاجات هذه اللي تنكتب له من الدكتور اللي موجود داخل المخيم، ما يجي الساعة 11 يروح الساعة 12 مباشرة، والمادة عنده الله يستر علينا وعليه ضعيفة مرة. الحصول على العلاج هو الجزء المؤلم في حكاية نازحي الحديدة، فالدواء كالطعام، كل ما يمكن أن يحصل عليه المريض هنا. طبيب عام يكتب ورقة علاج تاركا النازح في دوامة البحث عن الأدوية أو الانتظار. ورغم قساوة الوضع في مخيمات النزوح، إلا أن هؤلاء النازحين يحاولون التفكير بالمستقبل عبر تعليم أطفالهم، في إصرار على تحقيق حلمهم بيمن يضمن حقوقهم ويعيد لهم كرامتهم.